لو كانت الرؤية تحتمل خيرا وشرا وسبق الرأي إلى معبر فعبرها بالشر تقع بالشر؟ لا بد أن يقع فيها جانب يدل على ذلك، ثم قد يكون العابر مخطئا في بعض ما قال فيأتي الخير من وجه آخر، لأن أمور المؤمن عقباها خير، لأنه قد يكون الشيء شرا في ظاهره وهو خير في باطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ليس ذلك لأحد إلا المؤمن. طيب استأذنك في خبر عائشة هذا، وهو فيه أنه كان أن امرأة من أهل المدينة كان لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها وقلما يغيب إلا تركها حاملا، فتأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيت كسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال صلى الله عليه وسلم: خير، يرجع زوجك عليك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. فكانت تراها مرتين أو ثلاثا كل ذلك، تأتي رسول الله فيعبرها له بذلك فيقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاءت مرة وقد رأت تلك الرؤيا ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا، فقلت لها: عما تسألين؟ فذكرت لها الرؤيا، فقالت عائشة رضي الله عنها: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي وقالت: ما لي حين عرضت عليك رؤياي؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها: يا عائشة. فأخبرته الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها، فمات والله زوجها ولا أراها إلا ولدت ولا من فاجر. نعم، بالنسبة لهذه الرؤيا ليست تعبيرا لرؤيا واحدة، فهي الرؤيا كما ذكرنا تأتي نفس الرؤيا ويكون لها تعبير، وتأتي بنفس الجواهر ولها تعبير مختلف. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو عبرتها على كذا لوقعت، معنى انها سبقها لا، ما الى قال لها لو عبرتها على كذا لوقعت، أمرها أن تعبر المسلمين بالخير وأن يرجع لهم الخير طيب ولا يصدموا، يعني فمن فهذا وجه لصدمة المرأة ومواساتها في ما هي عليه، لكن لم يخبرها أن هذا سيقع. معناه لو أن سلم عبر هذه الأخيرة كان سيعبر أيضا بأنه يموت زوجها و احتمال، الله أعلم، أو يسكت ولا يعبرها لها، إذا كان ذلك معناها قد يسكت عنها لأن الرؤية ولا هي الرؤية، يصدمها. ما اختلف فيها أي شيء، نعم والحال هو الحال والظرف هو الظرف والشخص هو الشخص. نعم، لكن تختلف سبحان الله في ما يلهم الله العابرة فيها. طيب عائشة لما قالت أنه انكسار البيت أو صار العمود سارية البيت، نعم فسرت بموت الرجل، هذا كأنه واضح، إيه نعم، والغلام الأعور بأنه غلام الأعور محتمل للأمرين، هو المهم أنه له كفة واحدة، إيه نعم. إما كفة خير وإما كفة شر، فهو محتمل للأمرين، يمكن أن يفسر والسؤال: هذا. ما وجه تأويل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخذه في أنه يعيش زوجك و يرجع زوجك إيه نعم سالما، هذا انكساره، هي كانت هي عمدة بيتها، تعتمد يعتمد عليها البيت في غيبة زوجها، إيه نعم فإذا جاء الزوج لم يعد لها هي ذيك كسرت الكفة. هي نعم فالسارية هي نعم، وأيضا السارية تطلق على ما يأتي في الليل والغلام والنصف، الصالح، والغلام الصالح هو الأعور الذي ليس له إلا جانب واحد وهو جانب خير. يعني لا يرى إلا وجه الخير. نعم، أنا ما حقيقة بحثت عن صحة الحديث، ما أدري إذا لكم. وأنا أيضا ما بحثت عن صحتي. طيب مثل ذلك ابن سيرين: جاءته امرأة معها طفل رضيع، فقال أحد تلاميذه وقد عرف بالحمق: ما وراءك يا امرأة؟ قالت: رأيت ابني وقد شرب البحر، فقال: تنشق مرارته فيموت. فصرخ الطفل في حينه ثم شاهق فمات، فصارت أمه تبكي، فدخل ابن سيرين قائلا: لولا تركتموه لأصبح عالما من علماء البلد، البحر في اللؤلؤ والدر والياقوت. كأنه لو فسر لها الرؤيا بأنه يصير عالما لكان عالما، فلما سبق هذا الأحمق وفسرها بالموت مات. نعم، هي الموت كان مقدرا وهذا وقته، لا شك، وكون هذا العابر أحمق المقصود به أنه لم يراعي نفسية هذه المرأة، لو فهم هو التعبير وكان صادقا ينبغي لا يصدمها به، وأن يتفاءل لها فعلا حسنا أو أن يسكت، كما ورد في الأحاديث في ما يتعلق بالتعبير: خيرا رأيته وخيرا يكون، خيرا نراه وشرا نوقاه. لكن لولا تركتموه لأصبح عالما، البحر هو نعم، البحر الدر اليقوت. يطلق على العالم وفي كل شيء، لكن طيب لو عبرت الرؤية بتعبيرين معا، فهل من الحتم أن يقع الأمر وفق التعبير الأول أو يقع وفق التعبير الأصح؟ لا، يقع منهما معا، غالبا يقع ولو منهما، كان أحدهما خاطئا، ولو كان أحدهما خاطئا يقع بعضه. لأن جئت عند ابن ماجه حديث أنس بن مالك وفي يزيد بن أبان قال: اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها والرؤيا لأول عابر.
نعم هي اللي أولي عابر فيما يتعلق بجمهورها ومعظمها، لكن ليس معنى ذلك أن العابر سيكون محقا في كل ما قال، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا.